السلام عليكم، نلتقي في الدرس رقم 3 بعنوان Creating Structures by Layout. هذا هو الرسم الذي سنقوم بعمل المثال عليه. نأتي إلى Pipe Network Creation Tools، نختار من هنا Network Part List ولتكن Storm Sewer. أوكي. المساحة التي سنقوم بالعمل عليها هي Finish Ground. أوكي. تظهر هذه النافذة. نختار من هنا منفذ الزيارة الذي سنقوم بوضعه وليكن هذا. بما أننا سنقوم بعمل منفذ الزيارة فقط، سنختار من هنا من هذه القائمة Structures أولي. أوكي. نضع المنفذ رقم 1 يعني لي الرقار نتاعنا، المنفذ رقم 2، المنفذ رقم 3، المنفذ رقم 4 إلى هنا كذلك، هنا كذلك، هنا وكذلك هنا. أوكي. هكذا قمنا بإنشاء منافذ الزيارة. يمكننا تدويرها مثلا هكذا إلى غير ذلك. يعني هذا هو الدرس الثالث. نلتقي في الدرس الموالي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.